السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي، قناة الساهر الرحال. تذكرون طبعا هذه الصورة لذلك المخلوق الأسطوري الذي تبين لي فيما بعد أنه نوع من أنواع التنانين أو تنين، وهو يعود إلى الحقبة الفارسية أيام الملك قمبيز الثاني الذي غزا مصر في حوالي الأعوام 400 قبل الميلاد تقريبا. ظهرت لي بعد الدراسة معلومات جيدة وجديدة أيضا عن هذا المجسم الذي عكفت على دراسته بكل ما أوتيت من تركيز وأدوات أيضا، وهي أدوات خاصة طبعا. أخوتي الأحبة، طبعا هذا المجسم عرفتم في الدرس السابق أو الجزء الأول منه، الموجود رابطه في الوصف أسفل هذا الفيديو أيضا، أن هذا الكائن أو هذه المنحوتة، خلينا نسميها المنحوتة فقط، طولها أو طول الجناح أو طول هذا الكائن 12 سنتي ونص متر، وطبعا هناك المادة الطينية المصنوع منها هذا المجسم، وهي مادة نادرة أيضا بحيث لا تتكرر في أي مكان. يعني إحنا لما نشوف مثلا الأماكن المغلقة بطينة صناعية، الأماكن الأثرية المغلقة بطينة صناعية، نوعية تلك الطينة تختلف عن هذه الطينة. هذه الطينة مصممة أساساً لصناعة هذا الكائن أو لصناعة أي منحوتة من المنحوتات التي يخطط لها أن تدوم قروناً طويلة جداً، ألوف من السنوات. ولذلك تستخدم هذه الطينة بالذات، والتي يستخدم فيها من أهم مركباتها مادة الكوارتز. طبعاً طول هذا الكائن من مقدمة فمه، الطول المحدد له من مقدمة فمه إلى طرف ذيله أو طرف جناحه من الخلف. طول الجناح كما رأينا طوله 7.5 سنتيمتر. هنا طبعا إخوتي الأحبة في تقسيمات لأجزاء الرأس والرقبة وغيرها. نلاحظ أنه عند الكتف هنا يعتبر جزء من الرقبة، يعني لأنه مشترك أساساً، الرقبة هنا تدخل بين الكتف أو بين الكتفين، فيعتبر هذه المسافة 1 سنتيمتر جزء من الرقبة. يأتي بعدها طول الرقبة لوحدها 2 سنتي، وطول الرأس 2 سنتي. طبعاً هذا التنظيم إخوتي الأحبة للذي يعني يدقق جيداً يكتشف أن هذا الكائن وكأنه مصغر عشرات المرات. يعني لو كبرنا هذه الرسمة بالتناسب الموجود فيها بالقياسات إلى مثلا 10 مرات، سنصنع طائر من هذا النوع، تمثال لطائر من هذا النوع طوله 120 سنتيمتر تقريبا أو 125 سنتيمتر. وهذا بالأساس فعلا طول التنين جسمه لوحده حوالي بهذا القدر، يعني بحدود 1.5 متر و30 سنتي تقريبا. هذا طول الجناح وأبعاد الجناح. الطول كما عرفنا 7.5 سنتيمتر، عرض الجناح من منطقتين، من الوسط الأعلى وأيضا من الأسفل، من الوسط الأعلى 3 سنتيمتر والوسط الأسفل أو من الأسفل 3.5 سنتيمتر. طبعا بعد قليل رح نتكلم عن فائدة هذه الأرقام وماذا توصلت من خلالها بعد التقسيم والضرب وإلى ذلك من هذه العمليات، لرغبتي الشديدة في الوصول إلى أرقام توافقية مفيدة جدا. طبعا هذا الجزء من الجناح، أسفل الجناح هنا يوجد الجرن اللي تكلمنا عنه، هو ليس جرن، هو جزء من الجناح بالأساس لأنواع لهذا النوع من التنينات أو التنانين.
يكون الجناح مفتوح في هذه الزاوية، مفتوح على شكل دائرة من هذا النوع بالضبط. الآن قطر هذه الدائرة أخوتي الأحبة 1 سنتيمتر، أو قطر هذا الجرن 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر بالضبط، لكنه من الزاوية طبعا 1 سنتيمتر من الزاوية العليا إلى هناك في نصف سنتي قطر أو جرن صغير خارج من هذا الجرن، أيضا طوله 0.5 سنتيمتر. هذا الجزء الخارج من الجناح وهو مرتبط بالجناح أيضا، هو ما يسمى بالإظفر أو إظفر هذا الكائن. طول هذا الجزء 4.5 سنتيمتر مع الإبرة، يعني لأنه هذا الإظفر له إبرة في الأسفل، طولها 0.5 سنتيمتر هنا في المجسم. الآن طول الجزء العلوي من الإظفر 2 سنتي، والجزء الآخر 2 سنتي، الجزء اللي بالخط الأبيض والجزء اللي بالخط الأخضر. طبعا لمن لا يعرف هذا الجزء أو الجزء الآخر، هذا الأخضر اللي عليه خط أخضر متحرك أساسا إخوتي الأحبة، يعني يتحرك ليصبح مستقيم على استقامة الجزء الأول أو النصف الأول من الإظفر، ثم يضم ليصبح بهذا الشكل بشكل حرف L. عرضه طبعا 1 سنتيمتر، وهذه هي أبعاد هذا المجسم. طبعا من يفكر في الموضوع يجد أن هناك غرابة في هذه الأرقام، ويتخيل أن من صنع هذا المجسم لابد أن يكون قد رآه أمامه، وهو وكأنه موجود أمامه فعلا. نلاحظ هنا بعض القياسات أو بعض العمليات الحسابية اللي أجريتها على هذا أو هذه الأرقام. مثلا طول الكائن كاملا، تقسيم طول الجناح فقط يعطينا العدد 1.666، آخر شيء 7، يعني 1.96 ثم العدد 7. ثم إذا قسمنا طول الجناح على طول الإظفر سيخرج معنا أيضا 1.666، وهذا العدد متوافق هنا في القياسين، وهذا شيء جميل جدا، يكاد يقترب من النسبة الذهبية واللي هي كما نشاهد في الصورة اللي أمامنا، بحيث إنه 1.6 يعني قريبة من أو متطابقة، بينما العددين مختلفين يعني بينهم حوالي 4% فقط، وهذا ربما أن هذه هي النسبة الصحيحة يمكن، وليست النسبة الذهبية اللي نعرفها في من خلال ما هو منتشر هنا وهناك. لاحظ هنا الاختلاف فقط في 18.66، 18 بالألف، 66 بالألف، يعني 6% و1%، يعني ما هي 6% لا تشكل فرقا أساسا. فهذا يدل على أن هذه الأبعاد في جسم هذا الكائن متناسقة، والذي صنعها يتمتع بعلم كبير ومعرفة متميزة وفن راقي جدا. هنا أيضا عندنا بعض القياسات، لما جمعت طول الإظفر مع طول الجناح كان العدد 12 يساوي 12، فقسمت 12 على 7.5 اللي هو طول الجناح، أيضا أعطاني 1.6 بالعشرة، وهو الطرف الأيسر من النسبة الذهبية. وهناك أيضا أعداد متوافقة جدا، هذا يدلنا على أن هذا الرسم وهذا النحت ليس عبثيا، وليس من النوع اللي نعتقد أنه صنع الطبيعة أو غيره، بالعكس هذه المنحوتة تعتبر إخوة الأحبة من المنحوتات العلمية التي تحتوي على معلومات تاريخية وفنية هائلة جدا. هذا وقد تغير فعلا بعض المفاهيم عن الكائنات الحية القديمة ومتى تواجدت وتفاصيل أجسامها وغيرها.
نلاحظ هنا طبعا تركيز نوعا ما على منطقة الرأس من هذا الكائن، نلاحظ كيف أنه العينين واضحتين. طبعا فعلا الفن راقي جدا، العين المقابلة للناظر واضحة، والعين الأخرى المنحنية قليلا أو التي يعني مو واضحة مباشرة تأخذ نسبة من الوضوح. أيضا نلاحظ وجود الأنف بشكل واضح جدا، الجبهة كذلك، أيضا هناك خط يبين الرأس أو حد